بيقولوا إنه الكرش وجاهة، ويبدو إنه إحنا الأردنيين ما صدقنا. فبحسب آخر دراسة للمركز الوطني للسكري، 82.5% من الأردنيين بيعانوا من السمنة والوزن الزائد. كما بيّنت الدراسة إنه 45% من الأردنيين مصابين بالسكري والضغط والدهون، مما يؤدي إلى أمراض كثيرة أخطرها اضطرابات في القلب. وبحذر الأطباء إنه نسبة الوفيات بسبب أمراض القلب تبلغ حوالي 38% من مجموع الوفيات في الأردن. كل هذا نتيجة الأكل غير الصحي اللي بتناوله الأردنيون. إنه كتير نسبة السمنة صارت عنا مرتفعة هاي الأيام، لأنه كتير عادات غذائية تغيرت عن السابق. يعني في السابق معظم الطعام كان يبقى خضار، دجاج، لحوم مشوية، بينما هلا بنحس انه معظم الناس والاطفال عم بيعتمدوا على الاكل الجاهز، الجانك فود والساندويشات، وهي كلها طبعا كثير غنيه بالدهون وغنيه بالاملاح، وهي اكثر شيء عماله بتسبب السمنه. تعرف البدانه بانها زياده الوزن عن الوزن المثالي باكثر من 20%، والبدانه ناتجه عن الانعدام في الوعي الغذائي. فنحن مش بس منسيء اختيار الاكل اللي بناكله، بس برضه بناكل اكثر مما بنتحرك. هلا احنا ممكن نقدر نشبه السمنه او البدانه بمفتاح بتفتح لنا ابواب كثير امراض. من الامراض اللي هي اول شيء عندنا مشاكل في الاوعيه الدمويه والقلب، بنحس دائما الناس الناصحين معرضين اصابه جلطات، ذبحات صدريه، ارتفاع كوليسترول او دهنيات في الدم. كمان بنلاحظ انه بيكونوا عرضه لامراض في الضغط، امراض في السكري والغدد الصماء، كثير بيكونوا عرضه اكثر. في عندنا مشكله شوي بالثقافه، بنحس انه الناس مش كثير بيهتموا بهذا الموضوع، ما بيهتموا كيف يعملوا الاكل، ما بيهتموا شو المكونات اللي بحطوها بالطعام لما يحضروه. هذا كله بالتالي بينعكس على الاطفال، وكله هذا متى ما تكونت البدانه عند الطفل رح تتراكم، ولما يصير كبير طالما انه صارت موجوده حيكون صعب انه يتخلص منها في المستقبل.